هل تعتقد أن ما حدث مع خاشقجي سوف يتبعه إعادة ترتيب لأولويات العلاقات الأمريكية في الشرق الأوسط، أم أن الأمر سيبقى على ما هو عليه؟ أنا متأكد تماما بناء على نتائج هذه القضية فإن طبيعة العلاقات الأمريكية مع المنطقة ستتغير، الكثير من ميزة وحظوة الولايات المتحدة الأمريكية قد فقدت في بناء على هذه الجريمة، ولا نعرف الكثير ما حدث، ولذلك أظن هذا الأمر سينعكس على العلاقات السعودية الأمريكية، وكذلك تأثير الأمريكي على الأزمة السورية، وكذلك العلاقة بين السعودية والشركات التكنولوجية الموجودة في وادي السيليكون. كل هذه الأمور قد فقدت من حظوتها ما بين المتحدة الأمريكية وما بين المملكة العربية السعودية، وأظن أن السعودية تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن حتى تستعيد هذه العلاقات كما كانت عليه من قبل.